الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم الله عنا كل خير. يقول: إنه كان يعاني من مرض فشل الكلوي، وأجريت له عملية زراعة كلى قبل رمضان الماضي، قبل رمضان عام 1436، ومنع من الصوم لمدة سنتين. هل يا شيخ، يقول: هل أطعم أو أقضي إذا تم لي الشفاء بإذن الله بعد سنتين، ويكون مجموع ما لم أصم شهرين؟ أرجو الإجابة، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، أولا أسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك، وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية. والأمر الثاني، المتقرر عند العلماء أن من أفطر في أيام رمضان بسبب عذر شرعي فإن هذا العذر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عذرا مرجو والزوال في يوم من الأيام، وإما أن يكون عذرا غير مرجو والزوال في يوم من الأيام. فإن كان عذرا مرجو والزوال في يوم من أيام الدهر، فإن الأصل أن الإنسان لا ينتقل إلى البدل لقدرته على الأصل في يوم من أيام الدهر. وبناء على أن الأطباء إنما منعوك من صيام السنتين، فإن هذا عذر مرجو الزوال في السنة الثالثة، فيجب عليك أن تؤخر هذا القضاء إلى السنة الثالثة، ثم تبدأ في قضاء رمضان الشهر الأول إن قدرت متتابعا فهو الأولى، وإلا فتفرق أيام صيامه فلا حرج عليك، ثم إذا فرغت من صيام رمضان الأول تشرع في أيام رمضان الثاني متتابعة أو متفرقة، لأن القضاء لا يلزم فيه التتابع في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، وأنت غير متعذر الأصل في حقك، وإنما متعذر صيامك في عامين فقط، والله سيكشف عنك الكرب بإذنه عز وجل في العام الثالث فتستطيع أن تصوم. وأما إذا كان العذر الذي دعا الإنسان للفطر عذرا غير مرجو الزوال كالمرض الذي لا يرجى برؤه مطلقا، لا بعد عامين ولا عشر ولا عشرين، أو كان لكبر سن لا يرجى معه مطلقا العودة إلى الشباب، فهذا أفطر لعذر غير مرجو الزوال، فحينئذ يجوز له أن ينتقل من الأصل الذي هو القضاء بالصوم إلى الإطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع. لكن أنت من أصحاب القسم الأول لا القسم الثاني، فانتظر حتى يشفيك الله ثم تبدأ في صيام الشهرين، والله أعلم.